صباح الخير والسعادة على حضراتكم، يوم جديد، حلقة جديدة، 8 الصبح، ابدأ يومك صح، نبتدي يومنا دايما بالتفاؤل بالضحكة الحلوة، إن شاء الله دايما وأبدا بكرة أحسن من النهاردة وأحسن من امبارح وأحسن وأحسن إن شاء الله. صباح الخير يا صباح الخير يا أسماء، وصباح الخير على مشاهدينا الكرام. يعني خلونا كده واحنا بنتابع يوميات النصر زي النهارده 11 أكتوبر سنة 1973، ونصر أكتوبر العظيم اللي عشان يتحقق حصل تضحيات كتيرة وحصلت معارك كتيرة خلال أيام الحرب. زي النهارده صدر البيان رقم 27 عن القيادة العامة للقوات المسلحة، واللي جه فيه انه دارت بعد ظهر امس معركه مدرعات عنيفه في القطاع الاوسط من سيناء. العدو دفع خلال المعركه دي باعداد كبيره جدا من دباباته عشان كان بيحاول يوقف تقدم قواتنا المسلحه، فاشتبك معاها مع مدرعاتنا في قتال ومعركه عنيفه جدا استمرت اكتر من 4 ساعات، وكبدت العدو خسائر كبيره في الدبابات والعربيات المجنزره وكمان الأفراد والأسلحة. انسحب العدو ناحية الشرق، فقواتنا المدرعة طردته كمان وتمكنت من محاصرته ومحاصرة جزء من الجيش أو يعني القوات العدو، ودارت معركة تانية خلال الليل لتصفية وتدمير قوات العدو اللي هي أصلا محاصرة من قبل قواتنا المسلحة. وفي نفس اليوم ده كمان صدر البيان رقم 28، واللي كان بيتكلم عن انتهاء معركة المدرعات اللي دارت في القطاع الأوسط من سيناء بتدمير مدرعات العدو المحاصرة، اتدمرت تدمير تام، وبلغ اللي فقدوا العدو خلال هذه المعركة واللي انتهت، يعني حسب ما جه في البيان اللي انتهت منذ قليل لأنه البيان صدر بعد المعركة بوقت قليل جدا، فخسر العدو 25 دبابة وعربية مجنزرة. تفاصيل كتير يا أسماء كمان في هذا اليوم بتتحكي ولازم تتروي كمان للأجيال الجديدة. بالتأكيد فعلا يا آية، زي آية ما كانت لسه بتقول، الحقيقة كان يوم 10 و11 كانوا من الأيام اللي لازم نتوقف عندهم بشكل كبير، وخصوصا مع الطيران. يعني نروح ونكمل مع حضراتكم البيانات الخاصة طبعا بالقوات المسلحة. خلينا في البيان رقم 29 من القيادة العامة للقوات المسلحة. البيان ده جه فيه إيه؟ إن قواتنا الجوية، وده كان مساء يوم 10 أكتوبر بالليل بقى، قاموا بتوجيه ضربة قوية جدا ضد قوات العسكرية الإسرائيلية، وده كان في منطقة أبو رديس اللي على ساحل البحر الأحمر ومنطقة بالوزة اللي على ساحل البحر المتوسط. طبعا دي تسببت في خسائر كبيرة جدا جدا للعدو في المعدات وفي الأفراد، ونتيجة لهذا الهجوم حاول العدو صباح اليوم الثاني أنه هو يعني يعمل قصف على بعض المطارات الخاصة بينا في مناطق شمال الدلتا، سعيد، القناة، لكن مقاتلتنا الحربية تصدت ليه بشكل كبير جدا وأسقطت له كان بقى 4 طيارات من طراز الفانتوم وميراج. وبعد كده اضطروا الطيارات دي ان هي تتخلص من كل الحملات، لان معروف طبعا الطيارات دي بيبقى عليها حمولات وقنابل والحاجات دي كلها، اضطرت ان هي تتخلص من الحمولات دي من القنابل، وان هم طبعا يهربوا، الجزء اللي هم تخلصوا منه للأسف وقع على بعض القرى القريبة أحدث فيها بعض الخسائر، لكن طبعا يعني اقل بشكل كبير جدا من اللي كان مطلوب من هذه الهجمات اللي كانت ممكن تؤثر بشكل كبير علينا. كمان وسائل دفاعنا الجوي تصدت بشكل كبير جدا لطائرات العدو العائده، وفاجئتها بقى بتخطيط جديد، اسقطت منها 5 طيارات ثانيه. بكده اصبح اجمالي عدد الطيارات اللي فقدها العدو صباح يوم 11 اكتوبر، تخيلوا 11 اكتوبر الساعه 9 الصبح كان في كام طياره؟ بنتكلم في 9 طيارات يعني فقدهم العدو، واحنا الحمد لله ما كانش عندنا اي نوع من الخسائر في قواتنا. طيب البيان رقم 30 برضو خاص بالقوات الجويه، وقال وكان بيقول في البيان ان نجحت قواتنا الجويه برضو وسائل دفاعنا الجوي ان هم يكبدوا العدو او يسببوا في خسائر كبيره جدا للعدو في الطيران في المعدات. وبعدها برضو حاول طيران العدو الإغارة على مطار المنصورة صباح اليوم، وتصدت أو هو اليوم 11 يعني مش صباح اليوم ده، صباح يوم 11 أسقطوا له 4 طيارات تاني لما حاول العدو اختراق مجالنا الجوي في اتجاه مجال الدلتا، وده ظهر بتشكيل من 6 طائرات فانتوم اعترضته بعد كده الطائرات المقاتله واشتبكت معه، وبرضه اسقطوا العدو او طائرات العدو 6 حمولاتها من الذخيره، وقبل ان تصل بالتاكيد الى اهدافها. يعني
كم كبير جدا جدا من الانجازات، كم كبير من البطولات. قواتنا الجويه في هذا التوقيت يعني فعلا عملت بطولات لغايه دلوقتي بالتاكيد بتدرس في كل العالم. هنيئا لنا النصر. مصر ام الغنم العالمي، مصر ام جميله واصيله، يا ولدي ولدي ابني امي صعيدي يا سيدي، وسيد كلنا واصل وحي حقنا السعر طيب يقول حيين الاسلام على الخدم الصيني، والصيني ابويا من فلاح وقال لي مصر جميله مصر جميله لا شك طبعا مصر جميلة وهتفضل جميلة، مصر قوية، مصر عظيمة. دايما يوميا بنعمل جولات كده في مصرنا الجميلة ونتوقف عند المباني الأثرية، المناطق التاريخية، كل شبر في مصر مش بس في القاهرة الكبرى، في كل المحافظات بتحكي تاريخ، بتحكي حضارة. مصر موجودة من قبل العالم كله ما يتوجد، عشان كده هتلاقي في مصر يعني أماكن ومباني تاريخية من كل الحقب ومن كل الحضارات ومن كل العهود اللي مرت على العالم. النهاردة هنروح مع حضراتكم لإسكندرية تحديدا ونتكلم عن مسجد الإمام البوصيري. المسجد ده بيعتبر يعني زينة مساجد إسكندرية، موجود قدام مسجد المرسي أبو العباس وتقريبا معمول على نفس الشكل المعماري. طبعا الشخص أو الإمام البوصيري وهو كان معروف بمدحه لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والمسجد وبناه كمان له قصة، يعني مسجد مهم جدا برضو بالتأكيد. وطبعا الجميل في الموضوع أن اللي بيروح اسكندرية طبعا أشهر المساجد هناك على الإطلاق والمزار الأول المرسي أبو العباس. فالمرسي أبو العباس هي مجموعة مساجد مش مسجد واحد، يمكن في ناس كتير فاكرة أن هو مسجد، لا هو مجموعة مساجد. المسجد اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو في مقدمة هذه المساجد. خلينا نعرف أكتر قصته، خلينا نتعرف على أهميته. معانا على التليفون الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، وعرفنا بقى بهذا المسجد سر التسميه ومين هو الامام البوصيري واهم حاجات اللي اشتهر بيها زي ما ايه كانت بتتكلم طبعا في مدح الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اتفضل. اول هنتكلم الاول من الناحيه المعماريه. ايوه. بمدينه الاسكندريه. مدينه الاسكندريه امتازت بالعماره الصوفيه، العماره اللي تاثرت بفكر الاندلسي والمغربي زي ابن رشد وغيرهم من الفلاسفه اللي ظهروا في بدايه العصور الاسلاميه. مسجد الامام البوصيري هو مكان اقامه طريح الامام البوصيري والمسجد الملحق به اللي هو له طابع خاص معماري متاثر بالاسلوب المعروف باسم السكينوموريسك اللي هو ظهر فيما يعرف في مجموعة المساجد أو ميدان المساجد دلوقتي عن أي قوت الأرس وأبو العباس المرضي وغيره من أئمة الكبار. هؤلاء جميعا فيما عدا الإمام البوصيري رفضوا من أسبانيا، أن أبو العباس المرسي هو المرسي مش المرسي، المرسي لأن هو من مرسية من أعمال أشبيلية في بلاد الاندلس. وفد مصر ليزداد علمه من علمائها اللي تميزوا بالتصور بالذات، عشان كده هتلاقي ابن جبير الاندلسي او سيدي جابر هتلاقي جامع يهود العرش اللي هو مجرد ابو العباس المرسي، ودي كلها امتازت بتراث معماري متميز متاثر ب الاسلوب الاندلسي المغربي. عشان كده حتى في مسجد المرسي هنلاقي مصاعد معماريه وفنيه
عالية القيمة دي اللي هو عملها المهندس الإيطالي ماريو روتشي. نعم ده طبعا بالنسبة يا دكتور مختار للمعمار الفريد الموجود هناك، وطبعا المتأثر زي ما حضرتك قلت بمجموعة مساجد المرسي والعباس. خلينا برضو نتكلم عن شخصية الإمام نفسه، هو شخصية عظيمة اشتهر بمدحه للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف تفاصيل أكتر عن هذه الشخصية المهمة؟ هو الإمام البخاري كان رجل متدين من الناس المجتهدين في مجال علمه، وكان محب للرسول. سبب شهرته ان هو مرض، فنايم وهو مريض، فحلم ان الرسول جه غطاه بالبرده بتاعته او العبايه بتاعته، فقام الف فيها برده البصير اللي هي اصبحت سمه من سمات فن الالقاء وفن الشعر وفن المديح النبوي، وانتشرت في العديد من المنشآت الإسلامية، كانت بتدون ضمن أشرطة الكتابة الموجودة في هذه الأماكن. طيب احنا عايزين برضو نتكلم على يعني السنه بقى اللي بنى فيها المسجد، بقى له كام سنه، الاصلاحات اللي طالها بعد كده وتجديده مره ثانيه ورجوعه بهذا الشكل المشرف. مسجد البوصيري اتعرض لاعمال كثيره من اعمال الطارئ، سواء في العصر العثماني او في حتى في العصر الحديث، للحفاظ على قيمته المعماريه والقيمه الفنيه ومجموعه الاثار الضخمه اللي موجوده في هذا المسجد. عشان كده المجلس الاعلى للاثار المسجد اهتم جدا بتطوير المسجد على مر العصور، وخصوصا في العصر الحديث مع التطوير اللي هو بيشمل كل اثار مصر اللي بتقوم بيه وزاره السياحه والاثار. نعم. شكرا لحضرتك الدكتور مختار الكسباني استاذ الاثار الاسلاميه بجامعه القاهره، كل الشكر. ويلا بقى سريعا نبتدي مع حضراتكم حلقه جديده و8 الصبح، وابدا يومك صح. احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي في ايام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا، احلف بسماها وبتربها، احلف بتربها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بتربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي في ايام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. النهاردة في 8 الصبح هنتعرف على حد الطقس والمرور واسعار السلع في الفقرة الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظات مصر فأحسن ناس. المشير أحمد بدوي فأنا المصري. وقراءة تحليلية لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم. ونواصل شرح معاني الكلمات ورموز اللغة الهيروغليفية. وكواليس الساحة الفنية هنتابعها في فقرتنا الأسبوعية. وأخيراً كل ما يخص عربيتك في 8 الصبح موتورز. برحب بحضراتكم مرة تانية، وسريعا نبتدي بقى الفقرة الخدمية. بنبتديها دايما مع حضراتكم بحالة الطقس. النهاردة بيان هيئة الأرصاد الجوية بيقول لنا اليوم هيبقى الطقس إن شاء الله طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
90. كمان بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه هيشهد اليوم شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا. نشاط كمان للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وسط سيناء، مدن القناة، خليج السويس وشمال وجنوب الصعيد. كمان بتتوقع اليوم أو إن شاء الله هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، طبعا كلها الحمد لله أخبار لطيفة لغاية دلوقتي. الانخفاض ده بيكون في ساعات متأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء وشمال الوجه البحري. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل من آية. شكرا أسماء، وخلونا نتابع تفاصيل درجات الحرارة النهاردة. فصل الخريف وتقلباته الجوية، لكن مازالت حتى اليوم درجات حرارة معتدلة جدا سواء العظمى أو الصغرى، وده اللي هنتأكد منه من البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية صباح اليوم. خلونا نشوف بداية طبعا من القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، اللي بتسجل النهاردة درجة حرارة عظمى 30 درجة، الصغرى هتكون عند 21. الدرجات بتتقارب بقى مع معظم محافظات الوجه البحري زي العاصمة الإدارية 6 أكتوبر، اسكندرية والعلمين الجديدة، اللي طبعا بتقل فيها عن القاهرة حوالي 3-4 درجات. لكن لو بصينا بقى على محافظات القناة زي بورسعيد واسماعيلية والسويس، ما بين يعني متوسطات عند 30 تقريبا في اسماعيلية 31، بتقل شوية في بورسعيد لكن بتزيد درجتين في السويس، وما زالت في المتوسطات بتعكس جو رائع سواء الصبح أو بالليل. شرم الشيخ والغردقة اللي يعني من المفترض انه بتكون فيهم درجات الحرارة اعلى من محافظات الوجه البحري بحوالي 5-6 درجات، ده اللي عهدناه يعني على مدى فصل الصيف بالكامل، لكن دلوقتي وفي موسم الخريف او في فصل الخريف هنلاقيها متقاربة جدا مع درجات الحرارة في الوجه البحري، وبتسجل 33 درجة العظمى النهاردة في شرم الشيخ والغردقة، والعريش 28، رفح 27، طبعا طابة 31. نتجه بقى لمدن الصعيد اللي من المفترض برضو انه بترتفع فيها درجات الحرارة، لكن زي ما حضراتكم شايفين درجات الحرارة معتدلة عند 31 في بني سويف والمنيا، بتزيد درجة واحدة بس في أسيوط. نتجه جنوبا أكثر عند الأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين، ودرجات الحرارة في الأقصر وأسوان 36، بينما الوادي الجديد النهاردة هي اللي بتسجل أعلى معدلات في درجات الحرارة عند 37 درجة. ده بالنسبة لحالة الطقس. خلونا بقى نتابع المشهد المروري النهاردة، يوم في منتصف الأسبوع والفصل الدراسي كمان بدأ، بيبقى متوقع أنه يكون في كثافات مرورية في بعض الطرق خاصة في المناطق اللي فيها مدارس، يعني في محيط المدارس هتلاقوا منطقة وسط البلد ربما تشهد كثافات، منطقة زي الزمالك زي العجوزة، المناطق دي ربما تشهد كثافات في توقيت دخول المدارس وما قبلها. لحد دلوقتي طبعا الكثافات محدودة، مفيش يعني كثافات تذكر خاصة في صلاح سالم، لكن الجايين من ناحية نفق الأزهر رايحين مدينة نصر ممكن يقابلهم كثافات في الاتجاه ده، إنما العكس مفيش الحمد لله أي أحجام مرورية. العباسية واضح إن هي فيها زحمة كبيرة النهاردة على غير العادة، وزي ما بقول لكم ممكن يكون ده بسبب المدارس. كوبري أكتوبر في بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاهين، شارع رمسيس برضو زحمة، وسط البلد كمان زحمة قوي النهاردة، ده المتوقع عشان برضو المدارس. امتداد كوبري أكتوبر بيبقى أفضل كتير بعد ما تعدي منطقة وسط البلد تحديدا، يعني 15 مايو زي ما حضراتكم شايفين الاتجاهين بيسير بشكل عظيم، الزمالك ما فيهاش كثافات ولا العجوزة كمان. أعلى 15 مايو تبتدي تظهر الكثافات وانت نازل من الكوبري كده متجه ناحية المحور،
الاتجاه العكس كمان دايما بيبقى فيه كثافات، لكن اللي مش دايما بيبقى فيه كثافات هو اللي طالع المحور، وده برضو واحد من الطرق اللي بغير معتاد انه يبقى فيها كثافات مرورية، بينما الطريق الدائري زي ما حضراتكم شايفين في الاتجاهين بيسير بشكل جيد جدا. حاولوا قدر المستطاع تنزلوا بدري شوية عن الميعاد المعتاد، عن اللي كنتوا بتنزلوه يعني قبل بدء الدراسة، لانه الكثافات ممكن تأخرك شوية عن ميعاد وصولك للعمل. وطبعا توصلوا بألف سلامة، ارجوك والتزموا بالسرعات المقررة على الطرق، وان شاء الله يومكم يكون جميل. خلونا نتابع متوسط اسعار النهاردة للخضروات والفواكه، وكمان نعرف مواعيد الصلاة. برحب بحضراتكم مره تانية. نبتدي اخبارنا، بالتاكيد لسه بنتابع مع حضراتكم تطور الاحوال في الاراضي المحتله. ما زالت غزه بتعاني تحت القصف، وبالتاكيد الدوله المصريه في جهود كبير جدا بتبذلها، لان القضيه الفلسطينيه دائما من اولوياتنا على مدى التاريخ، دي مش حاجه جديده. بالتاكيد كمان السيد الرئيس بيواصل العديد من الاتصالات وتلقي العديد من الاتصالات وتبادل الرؤى مع ملوك ورؤساء الدول للوصول إلى حلول سريعة للتهدئة ووقف العنف بين الطرفين. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وتم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، وده طبعا حقنا للدماء وحماية للمدنيين.
مين اللي بيتعرضوا لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية. كمان تم تأكيد على ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين ووفقا طبعا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة. كمان مجلس أمناء الحوار الوطني أكد أنه لا يستطيع إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني وامتدادها لحدودنا الوطنية الشرقية، إلا أنه يؤكد على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها. مجلس أمناء الحوار الوطني بيحذر من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة. كمان أكد على ضرورة الوقوف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصورة كاملة، وقال أنه بندعم كل الجهود الحثيثة اللي بتقوم بيها الدولة المصرية على جميع المستويات، وأيضا بيدعو الشعب المصري بكل قواه سياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية. وعاد كمان الحوار الوطني التأكيد على الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وندد المجلس الحاسم والكامل بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة. وفي السياق ده ثمن توجيهات القيادة السياسية المصرية وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية كما هو الحال بقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة، ودعا كل الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة لمواجهة مخاطر الوجود اللي بتهدد الشعب الفلسطيني وتدعيم الجهود المستمرة اللي بتبذلها الدولة المصرية من أجل تحقيق ذلك، واللي كان أخرها اجتماع العلمين اللي كان قبل شهرين وكان حضروا قادة وأمناء من مختلف الفصائل الفلسطينية. طبعا أيام صعبة جدا وأيام يعني فعلا كلنا قاعدين طول النهار والليل أعتقد كل البيوت المصرية حول الشاشات علشان نتابع الأحداث أول بأول دقيقة بدقيقة، كلنا بنشوف إيه اللي بيحصل. يمكن على مدى عقود، يمكن أكتر من العقود يعني، بس خلينا نقول إن هي على مدى عقود كنا بنتمنى إن يبقى عندنا قناة خاصة بينا، قناة إقليمية دولية تنقل لنا الأحداث. دايما لما بيبقى في زمان أحداث كبرى عالمية كنا بنجري على قنوات الإخبارية المختلفة اللي كل قناة فيهم كان لها توجه وكان لها تمويل، والتمويل ده هو اللي بيسبب السياسات وبيخلي السياسة التحريرية بتظهر بشكل ما وتنقل الأخبار من وجهة نظرها. ما كانش فيه مصداقية، ما كانش فيه من على أرض الواقع نقل حي بالشكل، كل واحد بياخد من الزاوية اللي هي بتخدم أغراضه ومصالحه. دايما كنا بنتمنى ودايما كنا بنطالب بده إن احنا يكون عندنا قناة إخبارية إقليمية دولية بتنقل لنا الأخبار بدون أهواء من على أرض الواقع أول بأول، إن احنا نلجأ لها عشان نعرف الحقائق فعلا. ده حصل الحمد لله، ولنا أن نفخر من الأداء اللافت جدا لقناة القاهرة الإخبارية، خاصة طبعا في تغطية الأحداث الأخيرة في غزة. كان كلنا وكل الناس، ولو دخلتوا على صفحات التواصل المختلفة هتلاقوا فيه إشادات كبيرة جدا جدا للنقل لحظة بلحظة ودقة شديدة، وده كتير جدا من الناس على مواقع التواصل أشادوا بيه، ولقينا كتير من الناس وبدأوا إلى حد كبير كمان نحفظ أسامي المراسلين اللي الموجودين والمذيعين اللي موجودين، اللي يعني الحقيقة عاملين بطولات على هذه الشاشة. المتابع الجيد لكيفية تعامل القناة مع الملف، وهو ملف خطير، ملف محفوف بالمخاطر، يعني دقيق جدا الكلمة لي فيه بميزان زي ما بيقولوا، هيجد إن سواء كان المذيعين سواء كان المراسلين في القناة بجد عاملين أداء فوق الرائع. المراسلين هناك، ويمكن ده حتى يعني اللي يرجع ويمكن يعني كتير قالوا الكلام ده وأنا كنت منهم، كنت قاعدة أول يوم 7
كان في احدى المراسلات على الهواء مباشره وكانت مع المذيع وكانت بتقول له لسه ان البرج اللي ورايا لسه عاملين فيه انذار علشان ان هو ممكن يضربه. كان ساعتها برج فلسطين وبعدها بدقائق وهي لسه على الهواء مباشره حصل قصف لهذا البرج وشفناه على الهواء وهو بيتهد. المراسلين دول حاطين ارواحهم على كفوفهم بينهم وبين الانفجارات والقصف. ما فيش حتى في برضو احدى المراسلات كانت على الهواء واضطرت قالت انا لازم اطلع دلوقتي لان دلوقتي لازم اسيب المبنى او لازم يعمل او حاله اخلاء للمبنى علشان هيتم ضربه او قصفه. واعتذرت يعني احنا بنتكلم في ناس فعلا بيتحدوا الظروف بيشتغلوا بكفاءة شديدة جدا وسط أجواء غير أدمية أجواء خوف شديدة جدا. فريق العمل هناك المراسلين بينقلوا الصورة كاملة. طبعا خلينا سريعا نوجه لهم التحية بشير جبر ومنى عوكل في غزة دانا أبو شمسية في القدس ولاء السلامين في رام الله وهم طبعا بالتأكيد من أمهر المراسلين والمراسلات اللافتين بشكل كبير جدا للأنظار في نقل الصور بدقة شديدة وبحرفية. كل الشكر لكل هذه الجهود وكل التحية وحاجة بجد أكيد يا آية لازم نفخر بيها. المخاطر اللي بتكون بتحيط بطاقم العمل في مناطق الحروب والنزاعات هي يعني نقدر نقول كده انه المراسل فعلا بيبقى شايل كفنه وهو رايح بس عشان ينقلك الحقيقة بس علشان تبقى عندك قناة إقليمية في وسط هذا او هذه المعارك الإعلامية اللي بتحصل واللي شفنا على مدار الأيام اللي فاتت إزاي بعض القنوات بتحاول تشويه القضية الفلسطينية وبتحاول إجهاض القضية الفلسطينية بتحاول تجذب تعاطف المجتمع الدولي ناحية قوات الاحتلال. لكن وجود قناة إقليمية محايدة بتنقل الحقيقة من خلال يعني عايزة أقول إيه مراسلين أبطال موجودين على الأرض في مناطق حروب ونزاعات وقصف ويقدر نقدر نقول ان هو متوقع ان هو ممكن يعني يستشهد في اي لحظه. ويمكن شفنا كمان اخبار بتتكلم عن استشهاد صحفيين يعني طبعا مش في القاهره الاخباريه ربنا يحفظ الجميع يا رب لكن شفنا انه ده خطر ممكن فعلا انه المراسل اللي بيكون موجود في المناطق دي يتعرض له. عايزه طبعا اوجه التحيه لكل طاقم القاهره الاخباريه الموجودين في غزه دانا ابو شمسيه واحده من ابرز المراسلات في القاهره الاخباريه اللي كانت موجوده في القدس طبعا ولسه موجوده بتؤدي اعمالها واحده من اشرس المراسلات اللي بتدافع عن شغلها اللي بتقف في وش المصاعب وبتتحدى كل التحديات الموجودة على أرض الواقع عشان بس توصل للمعلومة اللي تنقلها للمشاهد وتقدر تنقل الحقيقة تنقل الصورة كاملة. دخلت في كتير من المواجهات يمكن حتى في الكواليس يعني المشاهد اللي قاعد قدام الشاشة ما يبقاش عارف الكواليس بيحصل فيها ايه لكن المراسل عشان يقف يحط الكاميرا بتاعته ويقف بكل هذا الثبات قدام حضرتك عشان ينقلك الصورة في كتير جدا من الكواليس خلف هذا المشهد. يعني كتير من المواجهات مع قوات الاحتلال منها قوات الشرطة الإسرائيلية اللي ممكن تتعامل بعنف مع المراسلين اللي ممكن تتعامل بالقوة اللي ممكن تتعامل بالتهديد. فإنه المراسل يقدر يطلع ينقل الحقيقة بهذه الثقة وهذا الثبات كمان من المراسلات منى عوكل واحدة كمان من المراسلات الرائعات يعني في الوطن العربي اللي لفتت النظر ليها جدا في فترة عملها في القاهرة الإخبارية كانت بتشتغل تحت القصف زي ما أسماء كانت بتشير إليها. هي المراسلة كانت موجودة على الهواء لما تم قصف برج فلسطين وراها احنا شايفينها على الشاشة دلوقتي وكانت يعني بتنقل الصورة وتم قصف البرج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أكملت بثبات. وبالمناسبة خلوني أقول لكم أنه الثبات ده ربما يخفي في طياته حزن عميق ربما يعني يكون المراسل عايز ينفجر بمشاعره لكن الحيادية والمهنية اللي بتتطلب أن هي تخرج بهذا الثبات وبهذه الصورة بعيدا عن مشاعرها الشخصية. ولاء السلامي واحدة من المراسلات في القاهرة الإخبارية اللي طبعا موجودة في فلسطين واللي يمكن كانت بتقول كمان انه الذكرى يعني الذاكرة مليئة بالقصص الإنسانية
خاصة القصص اللي بتخص السيدات والأطفال، الممارسات اللا إنسانية اللي بتحصل من الجيش الاحتلال تجاههم، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية. وإحنا بنشوف صور كتير على كمان السوشيال ميديا للمجازر اللي بتحصل في حق الشعب الفلسطيني، والجثث، يعني بكل أسف إن أنا بقول كده، لأطفال غزة وأطفال فلسطين الرضع، وفي أعمار يعني لسه ما شافوش من الدنيا حاجة لكنهم بيدفعوا ثمن لتحرير أرضهم. عايزة كمان أوجه تحية لبشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية في فلسطين، اللي بيتشارك أكيد مع زملائه وزميلاته اللي ذكرناهم دلوقتي في نقل الأحداث من أصعب المناطق والأكثرها سخونة وتصاعد في الأحداث في غزة وفي القدس، عشان العالم كله يعرف إيه اللي بيحصل في غزة. تحية لكل الجنود الإعلاميين الموجودين على أرض الواقع عشان ينقلوا لنا هذه الصورة. تحية للقاهرة الإخبارية على الجهود المبذولة علشان تقدر توري العالم كله وتوري الإقليم اللي ممكن يكون مختلط عليه الأمر الحقيقة هي فين. بالتأكيد كل التحية، واستمرارا برضو مع النجاحات اللي الحمد لله بتحققها الإعلام بشكل كبير. الشركة المتحدة، منصة واتشت من المنصات اللي في وقت قليل جدا، وقت قصير جدا، عملت نجاحات كبيرة جدا، بقت موجودة على خريطة المنصات العالمية اللي كنا بنسمع عنها من زمان جدا جدا، لا دلوقتي بقت موجودة في مقدمة هذه المنصات وبقى عليها إقبال كبير جدا، محققة نجاحات كبيرة جدا جدا. المنصة أعلنت عن خدمة جديدة لمشتركيها، وهي إمكانية مشاهدة البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية. يعني كمان مش هتتفرج عليها على التلفزيون فقط، لكن كمان هيبقى عندك إمكانية أن أنت يبقى من خلال منصة واتشت أن أنت تشوف البث المباشر للقاهرة الإخبارية علشان تقدر تتابع الأحداث العاجلة بفلسطين، وطبعا الأحداث حول مختلف دول العالم لحظة بلحظة. ده طبعا هيفيد بشكل كبير جدا المقيمين خارج مصر اللي هو بيبقى عندهم الموضوع في العديد من الدول، بيبقى من خلال كابل، فمش بيبقى من خلال الدش والقنوات وكده، لا بيبقى من خلال كابل، بيبقى فيه العديد من القنوات، فهم من خلال بقى منصة واتشت يقدروا ان هم يتابعوا الأحداث أولا بأول ولحظة بلحظة مباشر. فطبعا يعني مجهود كبير جدا جدا. وكمان بقى خلينا نتكلم سريعا ان المنصة أعلنت عن عرض خاص للاشتراك بخصم 50%، والخصم ده أو الاشتراك ده بيكون مدى الحياة على كل اشتراكات البريميوم السنوية والشهرية، على أن يكون العرض ده هيكون من خلال المواقع الإلكترونية فقط. كل الشكر وكل التقدير لكل هذه النجاحات اللي بنفخر بها بالتأكيد في الإعلام المصري من خلال قنوات ومن خلال الشركة المتحدة. ذراع إعلامي قوي بالتأكيد أصبح له صوت بيغير كتير كمان من المواقف في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط. خلونا نروح بقى للأخبار المحلية أو اللي بتهم يعني المواطن المصري داخليا، وملف الانتخابات للرئاسة 2024 وتقديم الأوراق. من ضمن هذه الأوراق المطلوبة والمهمة طبعا الكشف الطبي، والنهاردة الأربع اللي هو بيوافق 11 أكتوبر بتنتهي المدة اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 للمجالس الطبية المتخصصة الموجودة في مدينة ناصر عشان يتم توقيع الكشف الطبي عن الحالة البدنية والذهنية. وبقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2023 حدد بعض الضوابط لتوقيع الكشف الطبي، واللي بتتمثل بعضها في تقديم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وده للمجالس الطبية المتخصصة في مقرها في القاهرة، ويكون تقديم الطلب بتوقيع الكشف الطبي في موعد أقصى 11 أكتوبر اللي هو النهاردة، بتنتهي هذه المهلة النهاردة عشان يبقى الفرصة متاحة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من هذا أو من القرار يعني اللي بيخرج بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعادة تقريرها النهائي في موعد أقصى بيكون يوم الجمعة 13 أكتوبر، ويكون قبل طبعا معاد غلق باب تلقي طلبات الترشح اللي طبعا بتكون
أو اللي هتكون يعني يوم 14 أكتوبر. خلونا نخرج لفاصل صغير، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي متابعة لأخبارنا على مدار حلقتنا النهاردة. احنا بنقول جيش الاحتلال. مرحبا بحضراتكم من جديد، خلونا نتابع اخر الاخبار والمستجدات من الصحف الصادره صباح اليوم مع ضيفنا اللي مشرفنا النهارده ويشاركنا قراءه الاخبار الاستاذ كامل كامل الكاتب الصحفي بجريده اليوم السابع. اهلا بيك يا استاذ كامل، صباح الخير. اهلا بيك، صباح النور عليكم. اهلا بحضرتك، صباح الخير. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. طبعا من الاخبار المتصدره الصحف سواء المحليه او الدوليه كمان هي الاحداث الجاريه في قطاع غزه تحت القصف الإسرائيلي جيش الاحتلال. الرئيس السيسي في طبعا منشط اليوم السابع: مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا لدماء الفلسطينيين، ومصر تأمل في حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي للسلام العادل. مصر بتقود جهود مع واتصالات طبعا مع يعني كافة ال الدول والزعماء على مستوى العالم للوصول إلى تهدئة خاصة كمان. وخلينا نروح عنوان برضو في اليوم السابع في الجنب كده: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين في غزة، وتل أبيب تتراجع عن تصريح نصحت فيه سكان غزة بالفرار لمصر، ومصادر مصرية تحذر من مخطط التهجير لسيناء. ده كان واحد من الأخبار اللي كان عليها تركيز كبير كمان في وسائل الإعلام الدولية، أنه مخطط إسرائيل أنه توطن الفلسطينيين في سيناء لإجهاض القضية الفلسطينية للأبد. كيف قرأت أحداث الأمس في غزة حتى هذه اللحظة؟ طيب احنا خلينا بس في القضية الفلسطينية دي بالأخص خلينا نرجع لنظرة تاريخية بشأن دعم مصر أو دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية. مصر داعمة للقضية الفلسطينية من 45. مصر داعمة للقضية الفلسطينية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، داعمة لفلسطين حكومة وشعبا. الحاجة اللي احنا لازم نقول عليها ان مصر تطرح بتقول للعالم كله الأزمة هي، وبتقول الحل هو، وبتقول كيفية الحل. إن الأزمة في احتلال من إسرائيل، الحل إن يحصل إقامة دولة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67. الحاجة الثالثة أو الأخيرة اللي هي بتقول كيفية الحل إقامة الدولة، وإن الدولة الفلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية. طيب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اظن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل، يعني انا تفسيري او تحليلي لتصريحات الرئيس ان الرئيس وجه رسائل للخارج وللداخل. رسائل للخارج بيقول ان خدوا بالكم لو ما فيش هدنه في المنطقه دي هينعكس على المنطقه كلها، وانت عارفه كل العالم بقى بيمر بازمات، يعني ده هيكون ازمه يعني هتتصدر العالم. زي ما حضرتك ذكرت في كلامك ان القضيه الفلسطينيه دلوقتي تتصدر كل الصحف وتتصدر كل القنوات الاغبارية وتتصدر كل الناس بقت مشغوله بالقضيه. فالرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه انذار بيقول للعالم خدوا بالكم ان لو استمر الوضع ده احنا هيبقى في مشكله. تحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتستهدف هدنة وحماية المدنيين سواء من مصر أو من إسرائيل. في تصريح تاني للرئيس عبد الفتاح السيسي قاله وجهه بقى لأهل مصر ولشعبه أن أمن مصر الداخلي هو قضيتي الأولى. أنا أظن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصريح دوت يعني نقدر نقول بيتصدى للي بيحاولوا يصطادوا في الماء العكري اللي حضرتك قلتيه، فكرة توطين الفلسطينيين في وقال كده نصا إن إحنا مش هينفع حل القضية دي على حساب أطراف أخرى. فالتصريح كان واضح وصريح بدون خوض في تفاصيل إن القضية دي هتتحل بإقامة دولة فلسطينية وبوجود سلام شامل وبوجود دولة تكون عاصمتها القدس الشرقية. استمرارا مع اليوم السابع صفحة 5 حكاية وطن
طبعا بين الرؤية والإنجاز، ما زلنا بنحكي حكاية الإنجازات وخفض معدلات البطالة وتوفير الوظائف. خفض معدلات البطالة من 13.1% ل 7.1%. احنا بنتكلم في وقت صعب جدا جدا على مين، وان على مين معدلات البطالة ارتفعت بشكل كبير جدا. كمان توفير وظائف لأكثر من 7 مليون مواطن، تسجيل 1,165,000 عامل غير منتظم لضمهم لمنظومة الحماية الاجتماعية والصحية، 1,936,000,000 جنيه من صندوق إعادة إعانات الطوارئ للعمالة لمساندة منشآت القطاعين الخاص والعام المتعثرة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. طبعا احنا بنخلينا نتكلم في الأرقام، أرقام بس ضخمة جدا جدا بتحكي إنجازات ضخمة، يعني نتكلم على هذه الإنجازات نبرزها، لكن من خلال عدة محاور أهمها بالتأكيد تمكين المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، المحور التشريعي، يعني العديد من المحاور. طيب انت زي ما حضرتك ذكرتي ارقام كتيره، اتكلمت عن فكره تخفيض البطاله من 13% ل 7%، ده رقم كبير جدا، واحنا زي ما اتعودنا ان الارقام لا تكذب، ودي ارقام تم استعراضها خلال مؤتمر حكايه وطن اللي الدوله المصريه استعرضت فيه انجازاتها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا احب بس اقول حاجه بخصوص الموضوع ده، ان في بعض المسؤولين والله اتفاجئوا بالارقام اللي اتقالت، وفي يعني في مسؤولين مسؤول مثلا في وزارة مثلا في الصناعة تفاجأ بأرقام اتقالت في الاستثمار، ويعني مؤتمر حكاية وطن هو روى فعلا الحكاية ببساطة وسهولة. بخصوص بقى مواجهة البطالة، الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت دي عملت على يعني منظومة متكاملة، المنظومة دي تشمل تشريعات من خلال إصدار قانون العمل، يعني في قانون العمل بيتم مناقشته في مجلس النواب، يعني تم مناقشته في مجلس الشيوخ وبعدين هيذهب لقانون لمجلس النواب المصري. القانون ده بيستهدف يعني خلق مساحة متزنة ما بين العامل وصاحب المنشأة، بالإضافة للنقابات العمالية وتحت يعني الحرية في إقامة منظمات عمالية. لو حضرتك بصيت في الأرقام هتلاقي أن تم خلال الفترة اللي فاتت دي تم ما يقرب تقنين أوضاع ما يقرب 3000 منظمة عمالية، وده رقم كبير جدا. بالإضافة لو بصينا برضو في الأرقام هنلاقي في تمكين كبير جدا للمرأة المصرية، هنلاقي تمكين لذوي الإعاقة، هنلاقي ان الدوله بتعمل على زي ما قلنا كده مناخ عام للعمل، يشمل اطارات تنفيذيه، يشمل اطارات تشريعيه، بجانب دوت ودوت الناس هتسال الارقام دي يعني 7 مليون فرصه عمل دي فين وازاي. احنا بنقول لهم بنرد عليهم اولا في المشروعات القوميه اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بيها، سواء بقى العاصمه الاداريه، سواء العالمين، انت حضرتك يعني حجم المشروعات كبير جدا طبعا. بالاضافه لذلك تسهيل فكره المشروعات الصغيره والحصول على رخص، وحضرتك لو رجعنا يعني الخلف شويه كده كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بما يسمى بالرخصه الذهبيه، اللي هي تقدمي على فرصة يعني تقدمي على مشروعك تحصل على الرخصة، تعمل لي المشروع وبعدين تحصل على الرخصة الدائمة. الختام من الوطن ملف خاص، وده يعني خبر مهم جدا، كل المصريين منتظرين بداية تنفيذ هذا القرار، مبادرة لخفض أسعار 10 سلع أساسية بنسبة تصل ل 25% وتنفيذ القرار بداية من السبت المقبل. الحكومة والصناع والتجار إيد واحدة لمحاربة الغلاء. يعني العديد من الوزارات بتتحد، يعني وزارة الزراعة طبعا بمنافذ لتوفير السلع بأقل الأسعار، ومعارض وزارة المالية كمان نواصل إفراج عن البضائع المستوردة لدعم مبادرة تخفيض الأسعار، ومنتجي الدواجن بيأكدوا أنه الكيلو هيصل في الدجاج ل 50 جنيه بشرط منع تداول الدجاج الحي أو الدواجن الحية وتقليل حلقات التداول. وكمان رئيس اتحاد منتجي الدواجن المهندس محمود العناني قال أنه المنتجين هيتحملوا فارق التكلفة. خلينا نشرح للناس ازاي الدولة قدرت توفر السلع الأساسية دي بتخفيضات بتوصل ل 25% في وقت بنقدر نقول ان هو وقت برضو حرج فيما يخص الوضع الاقتصادي، مش بس في مصر بس في كل دول العالم. طيب هو المبادرة دي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بخفض الأسعار، الحكومة بدأت تتواصل
حكومه الدكتور مصطفى مدبولي اللي بدات تتواصل مع التجار ومع الغرف التجاريه والغرف الصناعيه على فكره خفض الاسعار. الحكومه مشاركه باظن ممثله في 4 وزارات او 5 جهات: البنك المركزي، وزاره الماليه، وزاره التموين، وزاره الزراعه، وزاره التجاره والصناعه. المبادره هتكون 6 شهور، يعني 6 شهور هيكون في رقابه ومتابعه ليها. طيب هي تشمل حوالي مبدئيا كده تشمل حوالي 10 سلع. العشر سلع دي اللي هي السلع الاساسيه اللي كل بيت في مصر بيستخدمها، اللي هي زي العدس، الفول، منتجات الالبان، الدواجن، الزيت والسكر والمكرونه. طيب المبادره تتقفل على ال10 سلع ده؟ لا، في ان شاء الله قايمه هتشمل حاجات تاني، بس مع فكره ايه تـ تـ يعني تفعيل المبادره على ارض الواقع. المبادره دي الميزه فيها ان هي يعني هتروح على المواطن بشكل مباشر، يعني المبادرات اللي هي ايه اللي احنا كلنا هنستفيد منها، لان هي بتنعكس علينا بشكل سريع. زي ما حضرتك ذكرتي موعد اطلاق المبادره يوم السبت الجاي. طيب في ارقام عايزين نقولها في المبادره دي، ان هي هتبدا السبت الجاي ان شاء الله، ان هي تشمل 10 منتجات وسلع. كمان عن حملات الرقابه اللي الدوله اكدت عليها، انه في سيارات للضبطيه القضائيه تكون منتشره بشكل مكثف، والعقوبه للتلاعب في الاسعار هتوصل ل 2 مليون جنيه. طيب هو زي ما حضرتك ذكرتي ان فعلا وزاره التموين هتقوم برقابه شديده جدا. احنا عايزين بس في رقم لازم نقوله، ان الاسعار هتتراجع من حوالي من 15% ل 25%، وحضرتك زي ما حضرتك بتقولي ده رقم كبير جدا جدا، يعني هيفرق مع اي مواطن. يعني فكره ان السلعه تتراجع 15 او 25% ده فرق كبير جدا جدا، هيفرق معانا احنا ما يفرق مع الجميع، والجميع يستفيد منه. مجهود مهمه جدا تاكيد للدوله للسيطره بشكل كبير وتحديد الاسعار. كل الشكر ضيفنا الكريم الاستاذ كامل كامل الكاتب الصحفي بجريده اليوم السابع، شرفتنا يا فندم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا للساده المشاهدين. ونروح سريعا نطمن على اخبار اهالينا في محافظات مصر المختلفه وتقرير احسن ناس، ونرجع بعد كده نكمل مع حضراتكم باقي فقرات 8 الصبح. احسن قاعدين بندردش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه، برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مستمرين ان احنا بنستكشف لغتنا الهيروغليفية بشكل قريب. لو بصينا كده وكتير منا واحنا ماشيين بنشوف حاجات كتير عليها بعض اللغات او بعض الخراطيش زي ما بيقولوا كده باللغة الهيروغليفية، بعض المحافظات الاعلام بتاعتها، بعض الكليات الجامعات، بنلاقي كده شوية رموز هيروغليفية مش فاهمين معناها ايه. النهاردة بقى هنتعرف على معناها ونشوف ايه ابرز المحافظات او الجامعات او الكليات اللي فيها بعض رموزنا الهيروغليفيه. بيشرفنا الدكتور احمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبه الاسكندريه. صباح الخير يا دكتور واهلا بحضرتك. صباح الخير واهلا بيكم ومشاهدين دي ام سي. اهلا بيك يا دكتور. في حياتنا اليوميه العاديه طول الوقت بتبقى قدامنا كلمات هيروغليفيه واحنا ما بنبقاش يمكن واخدين بالنا او مركزين، لان احنا ما بنعرفش نقرا هيروغليفي الفقره دي، ودايما مع حضرتك بنتعلم انه عينينا تلقط الهيروغليفي المكتوب طول الوقت حوالينا ونعرف كمان معانيه ودلالاته. العديد من الشعارات اللي مثلا المحافظات المصريه او لمؤسسات حكوميه مصريه بتبقى بتتضمن حروف وكلمات هيروغليفيه. صحيح. ايه ابرز هذه الشعارات؟ طيب خلينا نتكلم ان فكره الرايات او الاعلام او الشعارات هي فكره جايه من مصر القديمه. احنا عندنا الملك مينا او نعرمر
الصلاية الشهيرة بتاعتها أو اللوحة اللي مصنوعة من الشيست اللي موجودة في المتحف المصري في منظر الانتصار الشهير ليه وتوحيد القطرين كان موجود معاه حملة الأعلام وحملة الرايات. كل حامل راية وكل حامل عمل علم بيمثل مقاطعة من المقاطعات اللي بتكون مصر أجزاء مصر المختلفة. طيب عايزين نستثمر الوقت مع حضرتك بقى ونشوف الصور ونبتدي من البحيرة. البحيرة يعني احنا عندنا شعار محافظة البحيرة. أيوة. وأهم شيء فيه بيشير اللغة المصرية القديمة هو موجود حجر رشيد، هو موجود في شكل شراع اللي موجود على إيدينا اليمين، بقى بالنسبة للمشاهد هيبقى إيده على إيده الشمال. أيوة. موجود ده حجر رشيد، وإحنا اتكلمنا في حلقة سابقة في فقرة سابقة بالزبط عن ده احنا خدناه سطر سطر حجر رشيد بالظبط كده. فرشيد من محافظة البحيرة فهو موجود في شعار المحافظة، فده مهم جدا إن أبناء محافظة البحيرة يكون عندهم خلفية عن شعار محافظتهم إن في حجر رشيد نفسه يرجع مصر بقى إن شاء الله. إن شاء الله قريبا هيرجع مصر. إيه تاني من الشعارات المحافظات الموجودة عليها؟ محافظة بني سويف. محافظة بني سويف فيها شعار كده هو هرم، هو هرم ميدوم، لأن منطقة ميدوم موجود في محافظة بني سويف، وديت المنطقة اللي بنى فيها الملك سينفرو من الأسرة الرابعة الهرم. أول هرم ليه كان على شكل مصاطب. المعروف ان الملك سيرفنو من اول ملك في الاسره الرابعه وبنى الهرم بتاعه في منطقه ميدوم. فانا احيي صراحه اللي قائم على اللي صمم شعار محافظه بني سويف ان هو استلهم الهويه المصريه، استلهم مكونات المحافظه الثقافيه والاماكن الاثريه والتراثيه اللي موجوده في المحافظه وضعها لنا في الشعار. ممكن ما يكونش واضح للجمهور ولكن ده دلوقتي اعتقد اي حد من بني سويف هيبقى عارف بقى خلاص، عارف اذا ان في هرم ميدوم موجود في الشعار. هو حتى هي رسمه بس صح، مفيش كلام او حاجه توضح؟ لا مفيش، هو مفيش كلام بيوضح لي، بس المفروض ان انا باخد الشعار ديني اللغه البصريه افهم ان دوت هرم ميدوم. طبعا محافظه الجيزه واهرامات الجيزه ده شيء مشهور جدا، فهو استوحى من البيئة اللي موجودة ودخلها لي في الشعار. الهرم عامة كلمة هرم في مصر القديمة يعني مر، يعني بيستخدمها بيقول عليها كلمة مر في اللغة المصرية. الأزرق ده المفروض هو نهر النيل مش كده؟ طبعا لان في جزء من المحافظه بيبقى فيه على النيل. لا قديما كان النيل بيمر امام الاهرامات كمان قديما بالظبط كده، والفيضان، وفي عندنا صور ان فيضان النيل كان وصل مراكب الشمس تم اكتشافها. المراكب الشمس هي مراكب جنائزيه يعني لرحله الملك في العالم الاخر، لكن في وقت من الاوقات في العصور القديمه كان نهر النيل بيوصل لهذه المنطقه. اللي بعدي دي طبعا محافظه قنا والشعار بتاعها معبد دندره. معبد دندره من عصر البطلمي، وهو معبد مخصص لعباده الالهه حتحور، الهه بقى الموسيقى والطفوله والامومه والجمال. يعني كل المعاني الجميله في مصر القديمه هي بتمثلها الالهه حتحور. والاعمده دي كلها الوجه بتاع بالظبط احنا بنسميها الاعمده الحتحوريه. حتحوريه رائعه. الاعمده الحتحوريه لانها بتاخد شكل او وجه الالهه حتحور من الجوانب الاربعه. طبعا محافظه الاقصر وجامعه الاقصر طبعا قناع الملك توت عنخ امون الملك الذهبي، والحمد لله ان المكتبه تم اسف المقبره تم اكتشافها كاملة في نوفمبر 1922. طبعا هوارد كارتر اللي اكتشفها، وكان في معركة قضائية ما بينه وما بين الحكومة المصرية، لكن سعد زغلول البرلمان المصري قدر ان هو يبقي هذه المقبرة كاملة وكل محتوياتها في مصر. فبالتالي قناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، وان شاء الله هيعرض في المتحف الكبير كافه القطع الخاصه بالملك توت عنخ آمون. من اكثر القطع الاثريه كمان اللي ليها شعبيه خارج مصر، يعني انا اذكر انه قطع الاثريه اللي عملت جولات في مدن وعواصم اوروبيه كان السياح بالالاف او اهالي بقى هذه المدن هناك بالطوابير علشان يدخلوا ويتفرجوا على الملك توت عنخ آمون. هو القناع ما خرجش اعتقد الا مرتين في ايوه يعني هم كانوا مرتين مرتين فعلا. مرتين في العصر الحديث هم مرتين. دوت قناع الملك توت عنخ آمون موجود حاليا دلوقتي في المتحف المصري، بس لسه بعد كده هيروح المتحف الكبير، هينقل طبعا للمتحف الكبير.
جامعة القاهرة بقى لو انتقلنا نروح للجامعات بقى والحاجات التعليمية كلها، لأن في العديد من الجامعات القاهرة والآثار أعتقد ده أهم حاجة. كلية الآثار طبعا ليها يعني لوجو خاص. خلينا جامعة القاهرة بقى. جامعة القاهرة أخدة يعني شعار أساسي رسمي ليها هو الإله جحوتي. إله جحوتي هو إله المعرفة والكتابة في مصر القديمة، وهو مصور يعني حتى أنا جايب الصورة اللي موجودة على الجدار وماسك بالقلم وبيكتب سنوات حكم الملوك وسنوات حكم بيوثق يعني. بس هي الصورة على اللوجو إن هو قاعد صح؟ هو قاعد، هو الصورة إن هو قاعد وموجود بس بيمسك بالقلم واللفة البردي وأكيد إن هو بيدون أو يوثق. فده شعار شعار جامعة القاهرة. هنا بقى لو رحنا مثلا لجامعة عين شمس، هنا بقى الشعار ده جميل جدا جدا جدا. اولا المسألة اللي موجودة هي مسألة المطرية ومزالة، يعني هي نقلت، هي من مكانها حاليا تحركت، لكن هي مسألة الملك سنوسرت الاول من الدولة الوسطى. ده رقم واحد. رقم اتنين الرموز الهيروغليفية اللي موجودة تقرأ. أيوة. ولها معنى، ومعنى جميل جدا. ايه بقى الرمز الاول اللي فوق؟ برعنخ. برعنخ معناها مدرسة او مكتبة المعبد، يعني لو أخذنا ترجمة إنها مدرسة. ثم أيونو. أيونو ديت يعني عين شمس بمصر القديمة. أيونو يعني أيونو يطلق عليها في مصر القديمة عين شمس، المنطقة كلها كان يطلق عليها أيونو، يعني هي مكتبة أو مدرسة عين شمس، أي هي جامعة عين شمس. حلوة جدا. منيا. جامعة المنيا طبعا يعني التمثال النصفي للملكة نيفرتيتي، للأسف هو موجود في برلين وخرج من مصر بطريقة يعني احنا بنقول عليها غير شرعية او غير أمينة وغير صحيحة. يعني حصل كده عملية تدليس في أثناء الحفاير، واخدوا المكتشف الألماني بورخارد وسافر لألمانيا، ومحفوظ حاليا دلوقتي في برلين، وفي محاولات طبعا من الدولة المصرية لاستعادة هذا كده. فدوت من شعار محافظة المنيا. كلية الآثار جامعة الفيوم اتخذوا ليهم شعار مختلف شوية. ده المعبود اسمه سوبك، وكان معبود أو إله منطقة الفيوم، فهما بالتالي أخذوا، هو كان بيعبر عنه بالتمساح لأن التماسيح كانت منتشرة في هذه المنطقة. إله منطقة الفيوم، هي كل منطقة كان ليها معبود محلي، كان ليها المعبود المحلي الخاص بيها. يعني غير إله الحافظ كده يعني دلوقتي ولا لا؟ يعني المعبود المحلي اللي هم بيقدسوا هذا، يعني لو شبهتها مثلا بالعصر الحديث ليها الولي بتاعها او المقام بتاعها يعني الى حد ما، يعني الى شكل ما. طيب استمرارا مع الكليات، كليه الاداب، كليات الاداب اخده برضو سواء جامعه اسكندريه او جامعه سوهاج او في بعض الجامعات الاخرى اخده الكاتب المصري. كلية الآثار جامعة الأقصر أخدة نفس القصة اللي هي بيرعنخ منو، أي مدرسة الآثار، وبعد كده مكتوب كلمة واسط اللي هي في جامعة الأقصر. وكلية الآثار في جامعة عين شمس برضو أخدة بيرعنخ منو يونو، أي كلية الآثار في جامعة عين شمس. إذن إن الشعارات اللي موجودة في الجامعات أو في المحافظات لها معنى من مصر القديمة بتعبر عن هوية. أنا ملاحظة كمان إنه بعض الكلمات، يعني حضرتك حتى قلت الأقصر بالهيروغليفي واسط، يعني بعض الكلمات الهيروغليفي ما زلنا بنستخدمها حتى اليوم، ولكن مع بعض التحريفات يمكن ما بنبقاش عارفين إنه بتنطق شبيهة لما كانت موجودة عليه في مصر القديمة، لكن ده بيؤكد إنه يعني اللغة المتوارثة. وطبعا احنا بنشكرك على كل هذه التفاصيل يا دكتور، على انك بتعرفنا على تاريخنا وعلى حضارتنا العظيمه. دكتور احمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبه الاسكندريه، شرفتنا. شكرا جزيلا على وجودك. دلوقتي هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل هنسيب حضراتكم تتابعوا فقرتنا الفنيه الاسبوعيه مع زميلنا احمد صلاح، وبعدها نرجع مره ثانيه ونتكلم في تفاصيل متعلقة بعربياتنا، فقرة 8 الصبح موتورز مع معتز عاطف. لكن بعد الفاصل هنتابع أخبار الفن. حسمت الفنانة نيلي كريم موقفها مؤخرا من المشاركة في الموسم الرمضاني القادم، وقالت انها هتشارك في عمل جديد على الرغم من انها كانت ناوية الحصول على اجازة من موسم رمضان الجاي. وقالت نيلي انها هتعود بعمل كوميدي في 2024، خصوصا انها قدمت في الموسمين اللي فاتوا اعمال درامية جادة وهم عملة نادرة وفاتن امل حربي. وقالت انها حابة
تقدم كوميديا لأن الأعمال الدرامية أرهقتها نفسياً جداً خلال الفترة الأخيرة ومحتاجة أنها تفصل بتجربة كوميدية جديدة هيتم الإعلان عنها قريباً. بيستعد الفنان أحمد داود لتقديم فيلم سينما جديد بعنوان قاعة الأوركيد، وهتشاركوا في البطولة منى شلبي، وهو العمل السينمائي الثاني اللي بيجمعهم مع بعض بعد تعاونهم قبل كده من خلال فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن. وحالياً بينتظر أحمد عرض الموسم الثاني من برنامجه الكونتينر، وده بالإضافة لتحضيره لمسلسل زينهم مع المخرج يحيى إسماعيل واللي هيتم الإعلان عنه قريباً. بيترقب جمهور الفنان محمد إمام طرح تفاصيل فيلم جديد واللي هيحمل اسم اللعب مع العيال، خصوصاً أنه هيتعاون من خلاله لأول مرة مع المخرج الكبير شريف عرفة، واللي ارتبط اسمه بسلسلة من الأفلام المميزة للزعيم عادل إمام، واختيار اسم الفيلم راجع لاسم فيلم الزعيم اللعب مع الكبار، واللي كان أول تعاون بيجمع بينه وبين المخرج شريف عرفة، واللي تولد بعدها التعاونات بينهم من خلال أفلام هامة تعد علامات في السينما المصرية زي الإرهاب والكباب والمنسي وطيور الظلام والنوم في العسل. وحالياً بيتم التحضير للفيلم للإعلان عن تفاصيله وباقي أبطاله خلال الفترة القادمة. أعلن الملحن محمد يحيى عن تعاونات هتجمع بينه وبين كبار النجوم في الفترة القادمة زي عمرو دياب وتامر حسني وحمائي، بالإضافة لماجد المهندس. وآخر أعمال محمد يحيى كانت أغنية العقد للنجمة إليسا واللي حققت نجاح كبير في الفترة الأخيرة، وكتبها أيمن بهجة قمر ووزعها جلال الحمداوي. وقال كمان يحيى إنه حاليا بيستعد لطرح أكتر من تعاون مع إليسا خلال الفترة المقبلة، واللي صرح مؤخرا إن بتجمعه بيها علاقة صداقة قوية على المستوى الفني والإنساني. بيعقد حاليا بطل سلسلة أفلام هاري بوتر دانيال رادكليف محادثات حول دور جديد هيلعبه ضمن أحداث الجزء الثالث من فيلم ديدبول، وهو الفيلم المؤجل من بطولة النجم براين رينولدز، واللي هيتم طرحه في السينمات العالمية في سبتمبر 2024 وهيقوم بإخراجه شون ليفي. أما عن طبيعة الشخصية اللي هيلعبها دانيال في الفيلم فلم يتم الكشف عنها حتى الآن، والشخصية من المنتظر الكشف عن طبيعتها خلال الفترة القادمة. تورد أخبار عن تولي المخرج العالمي كريستوفر نولان مهمة إخراج جزئين جداد من فيلم جيمس بوند، وده اللي كشفه مؤخرا تقارير فنية قالت إن حاليا بيتم إجراء محادثات مع نولان لتولي مهمة إخراج جزئين جداد من الفيلم اللي بتقوم بإنتاجه المنتجة باربرا بروكلي، واللي أكدت على إنها كانت بتنتظر التعاقد مع نولان بعد انشغاله بسبب التزاماته مؤخرا للترويج لفيلم أوبنهايمر. كمان انتشرت أخبار عن تولي أيضا مهمة كتابة الفيلم في أجزائه الجديدة، واللي لم يتم حتى الآن التعاقد مع بطله الرئيسي أو خليفة دانيال كريغ اللي هيقوم ببطولة الفيلم القادم واللي حاليا جاري التحضير ليه. واحد من أهم نجوم الكوميديا في الفترة الأخيرة وليه طلة وظهور مختلف دايماً حتى لو بمشهد واحد، دايماً هو وجهة مشرفة لمصر سواء بتكريمه في لبنان أو ظهوره المميز والمختلف في مسلسل حضرة العمدة في رمضان اللي فات، النجم أحمد رزق. أهلاً بيك معانا على شاشة قناة دي أم سي. أهلاً بيك يا أبو حميد، أنت وكل مشاهدين دي أم سي. أهلاً بيك، وأولاً ألف مبروك على التكريم في لبنان، وحكينا عن التكريم ده وشعورك بيه كان إزاي؟ والله الحمد لله، فكرة التكريم عموما بتبقى زي مكافأة كده لما الإنسان بيجتهد، فأنا بشوفها نوع من أنواع التشجيع والتحفيز لأي فنان، وفي نفس الوقت هي بتبقى مسؤولية. يعني كل ما الواحد بيتم تكريمه من مهرجان أو من دولة بيحس بمسؤولية أكبر، وأنه اختيارات لازم يبقى فيها تركيز أكتر. وفكرة لبنان عموما ده، أنا لبنان من البلاد المحببة لقلبي جدا يعني، كنت فرحان ان انا بتكرم في لبنان وبحضور شخصيات هامه في لبنان، فكان التكريم بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. يعني زي ما بقول لك، فكره ان حد يقدر مجهود انت بذلته دي بتبقى عند الفنان حافز كبير جدا ودفعه للامام. يعني في نفس الوقت وانت بتتكرم في لبنان بيتم تكريم اسمك في مهرجان المسرح بالاسكندريه، وهو تكريم من نوع خاص، يعني كلمنا عن التكريم ده برضه. بص، لا يعني من احلى الاخبار اللي انا سمعتها في حياتي ان الدوره ال 13 من مهرجان الاسكندريه المسرحي الدولي هتبقى باسمي. بيني وبينك كان عندي شعور كده، مزيج من الشعور، وانا حسيت ان انا كبرت، يعني حسيت ان انا عجزت شويه. يعني فكره ان يبقى الدوره باسمي ادتني احساس ان انا كبرت سنا يعني، وفي نفس الوقت حسيت بفخر شديد جدا 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 ان انا بنتمي لمدينه من اعرق المدن، وسحر اسكندريه عند الاسكندرانيين ما يتوصفش. يعني كلمه اسكندريه لما بيسمعها اسكندراني او لما بيبقى حد اسكندراني عايش بره اسكندريه ويروح اسكندريه بيحس احساس محدش يعرف يوصفه. يعني اللي انا بقوله ده هيحسوه الاسكندرانيه قوي يعني. ففكره ان انا البلد اللي انا اتولدت فيها واتربيت فيها وبدات اشتغل مسرح فيها
وحبيت الفن والمسرح عموما فيها، ان يبقى في مهرجان الدوره بتاعته تبقى باسمي، كان بالنسبه لي حدث كبير جدا 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 وتاج على راسي، وفرصه ان انا ابقى موجود في اسكندريه وسط اهلي وناسي الفتره اللي جايه دي، احضر معاهم المهرجان وابتدي بقى استرجع ذكرياتي الخاصه بالمسرح، لان انا بدايتي كانت كلها مسرح سواء في اسكندريه او حتى اول ما بدات استقر في القاهره كان اهم حاجه عندي هو المسرح. ففكره ان مهرجان مسرحي دولي الدوره بتاعته تبقى باسمي وبالذات في اسكندريه حاجه بقى يعني انا مش قادر اوصفها من كتر سعادتي بيها الحقيقه يعني. الف مبروك طبعا. وهنروح بقى لاعمالك في رمضان، تألقت في رمضان اللي فات من خلال مسلسل حضرة العمدة بشخصية جلال الفارس، شخصية مركبة، اشتغلت عليها بقى ازاي واحكي لي عن ردود الأفعال؟ والله الحمد لله أنا جلال الفارس ده كان مجنني، يعني هو شخصية بعيدة عني كل البعد، بس أنا بحب الأنواع دي من الأدوار، النوعية دي من الأدوار بحس إن أنا بحتاج أركز فيها وأذاكر ليها أكتر. هو شخصية مركبة، هو ما تقدرش تقول عليه شرير مطلق، لان هو عنده صراع داخلي دايما وبيروح لدكتور نفساني عشان يحاول يواجه نفسه، المواجهه اللي هو ما بيقدرش يعملها حتى مع الدكتور نفسه، وده بنعرفه في اخر حلقه ان هو مش كل حاجه بيقولها للدكتور، في حاجات فضل شايلها جواه لغايه الفينال، لغايه ما اتكشف، لغايه ما خد عقابه وجزاؤه، اعترف بكل حاجه بعد كده، وده كان جزء من العلاج يعني. لكن جلال الفارس شخصية كانت بالنسبة لي مهمة لأنها جديدة عليا، ودايما الممثل لما بيعمل شخصية جديدة عليه بيبقى نوع من أنواع التحدي، مش تحدي لشخص. طب إيه أكتر حاجة شدتك للشخصية؟ الصراع اللي جواه ده، لأن فكرة الأدوار اللي بتبقى شرير مطلق أدوار شفناها كتير، والطيب المطلق برضه شفناها كتير، وأنا عملت النوعين من الأدوار كتير، لكن فكرة الصراع اللي جواه جلال الفارس ما بين الشر والخير، وإن كان الشر بيضغى في بعض الأوقات، بس الصراع ده كان عامل لي حالة كده كممثل أنا مستمتع بيها، اللي هو ما هوش شرير طول الوقت وما هوش طيب طول الوقت، فعنده منطقة تمثيل كده مختلفة لازم تبقى بين البنين، تبقى أنت نفسك ساعات بتشوفه طيب وساعات بتشوفه شرير، فالأدوار دي بتبقى مستفزة للممثل، هي دي اكتر نقطه كانت شداني للشخصيه الحقيقه. وانت نجحت فيها يعني بجداره. الفتره اللي جايه دي هتتحضر لمسلسل جديد او شخصيه جديده الفتره اللي جايه؟ والله انا المرحله دي في مرحله قرايه، يعني بصحى من الصبح بدري جدا، عندي اكتر من حاجه بقراها، لكن الحقيقه ان انا ما استقرتش على عمل بعينه لرمضان اللي جاي، يعني لسه ما حسمتش القرار، بس عندي اكتر من حاجه بقراها، يعني هو ده اللي واخد وقتي كله الفتره دي. طب سمعنا ان انت بتحضر لفيلم جديد، مظبوط؟ يعني قول لنا عنه شويه. والله بص، هو برضه لسه في المراحل الاوليه، يعني هو الفيلم تاليف ان شاء الله احمد وائل اللي هو كان كتب ب 100 وش قبل كده مسلسل، واخراج محمد عبد السلام، مخرج واعد وصاعد بسرعه الصاروخ. الحقيقه بعد تفاصيل الفيلم مش هقدر اقولها لك لسه، لان احنا طب الابطال اللي معاك حد لسه؟ والله لان احنا في مرحله السيناريو دلوقتي، يعني احنا دلوقتي في مرحله السيناريو، فالاشخاص اللي معلومين بالنسبه لي او لا اقدر اقول اسمائهم المؤلف والمخرج، لكن ان شاء الله خلال اقل من اسبوعين هيبقى في ترشيحات واسماء وممثلين والدنيا هتبتدي ملامحها تبان بالشكل اكتر ان شاء الله خلال اسبوع او 10 ايام بالكثير يعني. ان شاء الله. لاحظنا الفتره الاخيره لوك جديد وخاسس جامد، ايه السر في ده؟ هل ده يعني التجهيز للشخصيه مثلا، ولا هو بقى لايف ستايل عندك؟ لا والله هو بقى لايف ستايل، وكويس انك سالتني السؤال ده، لان ناس كتير جدا متخيلين ان انا عملت عمليه، والحقيقه ان انا ما عملتش عمليه، يعني انا كنت مضطر امشي على نظام غذائي معين عشان صحيا، يعني كان يعني عندي مشكله صحيه اللي هو يعني المرض المنتشر في مصر كلها، عندي سكر بس الحمد لله من الدرجه الثانيه، فكان لازم امشي على نظام غذائي معين، كانت النتيجه اني بخس، فلما بدات اخس بدات احس ان انا لا كده شكلي احسن، صحتي احسن، نفسي احسن، بقدر اعمل حاجات، العب مع اولادي، يعني ما انتخ زياده عن اللزوم، لما بدات افقد شويه وزن كده بدا الموضوع بالنسبه لي يبقى احسن، فحبيت الموضوع، لكن ملوش علاقه ولا بدور ولا بشخصيه ولا بحاجه، هو موضوع
صحي بحت وبعدين تحول الى لايف ستايل، ما هوش دايت يعني. انا بداتها دايت بس دلوقتي بقت هي دي طريقه اكلي عموما. فالحمد لله الموضوع بدا يبان، فالناس لما بدات تشوفه استغربت يعني. ناس كتير قوي اتشجعت لما شافتك الفترة الأخيرة كمان. والله الموضوع سهل جدا، الواحد يبقى متخيل انه صعب، لكن هو الموضوع مش صعب ولا حاجة. بالعكس انا دلوقتي لما ببوظ اكلي بتعب يعني، لما باكل زي ما كنت باكل زمان معدتي بتوجعني وبتعب، ويعني بتحصل لي مشاكل في معدتي. لكن الواحد لو اتعود على طريقة اكل معينة بجد بتفرق معاه وصحيا افضل بكتير يعني. طب تحب تقول ايه لجمهورك من خلال شاشه قناه دي ام سي في نهايه المكالمه بتاعتنا الجميله دي؟ احب اقول ان احنا كلنا، مش انا بس، من غير الجمهور ما نسواش حاجه. احنا بنشتغل عشان خاطر الجمهور، بنتمنى طول الوقت ان احنا نعمل اعمال كويسه عشان تعجب الجمهور. فاحب اقول للجمهور ان احنا من غيركم ولا حاجه، احنا من غيركم ولا نسوى، ويا رب نفضل دايما نقدر نقدم لكم اعمال تعجبكم. وبس كل سنة وانت طيبين، ويا رب كل واحد نفسه في حاجة يحققها. كل سنة وانت طيب. الفنان أحمد رزق شرفتني ونورتني، وبنتمنى لك دوام النجاح والتوفيق. شكرا لك. خلال الأيام اللي فاتت تم الإعلان عن فيلم كوميدي اسمه عنب، هيجمع بين آيتن عامر ومحمود الليسي وإسلام إبراهيم وغيرهم من النجوم، وهيقوم بإخراجه المخرج أحمد نور. كاميرا دي ام سي كانت موجودة في أول يوم تصوير، وكان لينا لقاءات مع أبطال الفيلم هنشوفها في التقرير اللي جاي. الفكرة ان اسم الفيلم هو تقدر تقول هو ده المحرك الاساسي بتاع الفيلم، ان الاسم ده فيه حدث ما جوه ريليتد باسم عنب، هو اللي بيشقلب الاحداث كلها، وهو اللي بيحرك الابطال في الاتجاهات المختلفة اللي نتفرج عليها جوه الفيلم. انا بعمل دور اسمه هيثم في فيلم عنب، ده صاحب المجموعة وهو واحد من الابطال، يعتبر الباد بوي اللي في القصة يعني، وهو بقى اللي بيوقعهم في التربات اللي بيدخلوا فيها وكده. فيلم عنب يعني فيلم لايت كوميدي ظريف، في فكرة حلوة. أنا بعمل حازم المنشاوي، المفروض إن هو يعني حد غني قوي شرب حاجة معينة كده ضيعت له كل ثروته، بنشوف بقى باقي الأحداث. سامي هو شخصية هو فقير شوية، وصديق حازم اللي هو اسلام ابراهيم، وحازم غني قوي، ففي علاقه بينهم كده فيها شويه مفسنه وحقد طبقي. تمام. بنخش في رحله احنا الاربعه، ايتن عامر، نور قادري، اسلام ابراهيم، وانا بنخش في رحله كده، بيحصل كونفليكت معين في الفيلم بيضطرنا ان احنا نبقى مع بعض في رحله البحث عن المجهول. بس يعني اعتقد الفيلم فكرته لطيفه ويعجب الناس باذن الله. نجوم اللي فيه كوميديان، وانا anyway بحبهم يعني، والفيلم يعني اي حد يقدر يشوفه. وصلنا دلوقتي معاكم لفقرة السوشيال ميديا اللي بنتابع فيها أهم الصور والفيديوهات اللي نشرها نجومكم المفضلين على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع. تعالوا مع بعض نتابعها.
ودلوقتي بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية جولتنا الفنية النهاردة. استنونا في نفس الميعاد وجولة فنية جديدة. فاصل وراجعين لاستكمال فقرات برنامجنا. استنونا. برحب بحضراتكم مرة تانية. 8 الصبح موتورز النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم لينا كلنا، الإضاءة في العربية أو النور بتاع العربية. بالتأكيد زمان كان كل العربيات زي بعض، كان كلها اللمبة الصفراء الصغيرة، بتختلف من عربية تانية في شدة اللمبة إلى حد ما، كلها كانت لمبة رخيصة مش تمنها مش غالي، بيحصل فيها مشاكل كتير، وتلاقي دايما كان من أن لآخر كده يقولك لا أصل اللمبة الشمال عايزة تتعمل إيه، لأنها كانت بتتحرق بشكل سريع. مع التطور بدأ يظهر الزينون بقى، الله اللي مركب في عربيته نور الزينون ده حاجه فظيعه، وتلاقيه بقى كاشف للاضاءه بشكل كبير، وبينفع في لما يبقى فيه شبوره والحاجات دي كلها. التطور لسه مستمر، وصلنا للليد. ايه الاختلاف بقى ما بين الثلاث انواع دول؟ هل في اختلافات؟ هل في نوع احسن من الثاني؟ الاطول عمرا ايه؟ الارخص ايه؟ الاغلى ايه؟ كل التفاصيل بقى عن الاختلافات دي هنعرفها طبعا من زميلنا معتز عاطف خبير السيارات. صباح الخير معتز. ازيك يا اسماء؟ اهلا بيك. اخبارك ايه؟ ازيك يا معتز؟ اخبارك ايه؟ واحد من الموضوعات المهمه خاصه انه على الرؤية على الطريق من الحاجات اللي بتقلل الحوادث طبعا بشكل كبير جدا. تطور اللمبات طبعا كل ما الموضوع بيتطور بيبقى افيد. اكيد. ايه الفرق ما بين الثلاث انواع اللي اسماء ذكرتها؟ هو افيد بس اغلى. يعني خلينا نتفق، يعني بداية موضوع كشافات العربيات أو مصابيح كان زمان بيسموه مصباح العربية، هو كان كشاف شبه الكشاف الكلوب كده وبيتحط شمعة، وكان كلمة السر في الموضوع ده العاكس اللي ورا، وهو كلمة السر لغاية النهاردة في الفوانيس بتاعت العربيات العاكس، أو زي مراية كده، زي مراية. هو أنت لو تاخدي بالك حتى بتستخدم مرايات كتير في إن هي توجه إضاءة، تجمع إضاءة، تكثف إضاءة. في العربيات الحديثة إن هو بيتحرك كمان طبعا هو في العربيات بتلف الفوانيس مع الانجل، لو انت بتجي يمين او بتيجي شمال بيف. ده كلمه السر في اي فانوس اللي هو ده لغايه النهارده القمره او العاكس. ده لان هو ده اللمبه بتروح، لو تاخدي بالك ان في حته في النص كده. أيوة. الحته اللي في النص دي هي اللي بتروح عكس الاضاءه على القمره، الجزء الكروم او النيكل. وده اللي بيتوجه قدام، وده اللي ساعتها لما بنحرك الفانوس انت بتحركي سنه يمين وسنه شمال، بيبقى في حركه كده بزاويه صغيره للقمره ان هي توجه النور يمين او شمال وفوق او تحت حسب العربيات الموديلات الجايه. طبعا في الموديلات القديمه ما كانش فيه غير فوق وتحت، قدام وورا، يعني الكشاف يترفع لقدام شويه وينزل. لا دلوقتي ما بتلفي شمال في فوج لايت كمان ساعات بيروح منور معاكي وانت بتلفي، او الفانوس تحسي ان كله فوق بيلف معاكي يمين او شمال اوتوماتيك. يعني كل ما التكنولوجي بتزيد كل الموضوع بيختلف. زمان كان الموضوع الهالوجين اللي هي اللمبات الصفراء اللي احنا كلنا عارفينها، اللي هي جت امتداد للكشافات العاديه او جت للشمعه اللي بتتحط البيت زي لمبه البيت كده. وهو دي اللمبات الهالوجين اللي طول عمرنا بنتعامل بيها، اللي هي في الصوره دي. دي اللمبه الهالوجين اللي احنا عرفناها، كان دايما مشاكلها ان هي بتسخن، مشكلة ان هي اضاءة مش قوية قوي. بالنسبة لزمان كانت هايلة، بس كل ما الوقت بيتطور، يعني زمان ما كان بالنسبة لهم اللمبة اللي بتتحط في الكلوب اللي هو بتاع العربية لمبة الجاز دي، اما طلعت اللمبة دي كانت اختراع بالنسبة لهم. وبعد الاختراع ده اما بقى فيها نور واطي وعالي، يعني نفس اللمبة دي بيبقى فيه موديلات منها فيها نظام واطي وعالي، بتبقى لمبة واحدة، فكان اختراع هايل. بس بعد كده ابتدوا يحسوا ان في مشاكل، فابتدى يتطور الموضوع. تطور الموضوع ده ان انا عايز اضاءة اكتر، عايز اضاءة مركزة اكتر، عايز سحب اضاءة اقل، سحب كهرباء اقل من البطارية، فابتدى يروح الزنن. الزنن ده غاز، والهالجن بالمناسبة هو غاز جوه اللمبة بيتفاعل مع غازات تانية صديقة للبيئة، فالكهرباء ما توصل للفتيل اللي جوه او التونغستين اللي هو الجزء المعدني اللي جوه بتولع اللمبة. الزنن نفس الحكاية، الزنن اللمبة جواها غاز الزنن بتتفاعل برضو، اول ما بتفتحي في جهاز بيديها فولت عالي بتتفاعل الغاز الزنن وتبتدي تدي نور برايت او اللي هو الناصع البياض. والناس حبت الزنن بسبب كده ان هو قوي، وبقينا نستخدمه في الشبوره زي ما انت قلتي، وفي نفس الوقت بيسحب كهرباء اقل من العربيه. هو بيبقى قوي ليك انت بس بيعمل اللي قدامك، او لو عربيه جت في الشكل هو بالمناسبه في قوانين لاستخدام الانوار دي بره مصر. هنا عندنا القانون ده مش مفعل، او يعني
يمكن ما يكونش موجود، لان هو زي ما انت تقولي انا بتعمي، يعني انا ببقى ماشيه وفي واحد فاتح النور العالي في وشي، وهنا العقاب لو انا وانت ماشيين في وش بعض وانت مضايقاني اروح فاتح في وشك نور عالي بغلس عليكي، ده نغلس على بعض غصب عننا. في بعض الكشافات او لمبات العربيات المتطوره، ما اعرفش بقى هي موجوده في مصر ولا لا، بس اللي هي اوتوماتيك اول ما بيبقى عربيتين في وش بعض النور عالي، هي بتقلل الاضاءه من نفسها، ده جديد. او بتوجه الاضاءه للارض، لمبه البروجيكتور، لمبه ماتريكس. مظبوط، هو يعني هو اللي بيحصل دلوقتي في الموديلات الجديده، وده سيفتي ريجيليشنز للعربيات. ان انت وانت ماشيه لو في عربيه في المواجهه النور بيقلب لتحت اوتوماتيك. بس مش في كل العربيات، واغلب الناس اللي بتحول العربيات من اللمبات العاديه للمبات الزنن او الهالوجين بيبقوا عايزين اضاءه قويه، فبيستخدموا الاضاءه القويه دي، جزء منها ان هم بيشوفوا، جزء منها ان هو ممكن يغلس على اللي قدامه. يجي وراه ويقعد يقلب له نور في المرايه فيضايقه، لان النور ده بيبقى برايت، بيبقى قوي قوي وبيبقى عامل زي الفلاش. ففي ناس بتحب الحركه دي، او تلاقيه ماشي وعمال يعمل الفلاشنج بتاع النور عشان يضايق اللي قدامه، ودي جريمه، لان في الاخر في ناس، يعني انا عندي صديق قال لي انا ممكن يعمل حادثه، انا عندي مشكله، انا ما بشوفش لما حد بيضرب في المرايه او في وشي وما ببقاش شايف حاجه، عايز اتفرج. ما بعرفش اسوق بالليل في السفر بسبب عشان في ناس ما بتحبش تسوق بالليل بسبب الموضوع ده. طيب اللاد بقى، اللاد هو الـ الاحدث وهو الافضل وهو الاغلى وهو الاقل كهرباء، بيسحب اقل كهرباء من العربيه وهو الاكثر عمرا، ولكن هو له عدد ساعات حسب اللمبات، يعني له لايف تايم او له عمر افتراضي. الزنن ليه، بس هو في الحقيقه الزنن يعني على مدار الزمن اللي احنا شفناه الزنن اعطاله ما كانتش كتير. اللاد لايتس احنا لسه ما شفناهوش هو هيعيش قد ايه سنين قدام، لان هو عمره، هي تكنولوجي مش جديده قوي، بقى لها شويه سنين، بس دلوقتي بقت الاكثر في كل العربيات، لان هي في الاخر نور قوي جدا، ملهوش اجهزه، هو اللمبه بتبقى لمبه قويه، بس بعض الاحيان لما بتيجي تركبيها في العربيه بتحتاج ان انت يا تعيدي برمجه العربيه، يا اما يبقى لازم الجهاز اللي راكب بلاج اند بلاي في بعض العربيات. يعني ايه؟ يعني في عربيات لو ركبتي رحتي عند راجل قلت له ركب اللمبه وغير اللمبه، تيجي تلاقي العربيه قرت ايرور او الكمبيوتر قاري ان في مشكله بسبب انه حس ان في جسم غريب في العربيه، اللي هي اللمبه اللاد الجديده او اللمبه اللاد المختلف. وده دايما اللي بنقع فيه في اي حاجه. عشان كده دايما بنقول اي حد هيغير من نظام الى نظام لازم يغير عند فني متخصص، توكيل او حد فاهم، لان هم عشان السيستم. هل اللاد احدث حاجه ولا الليزر احدث منها؟ لا، بصي اللاد كل الانوار الجديده بتيجي تحت اللاد، يعني اي نور حتى لو هو قوي لو بيقولوا عليه ليزر، هو في الاخر بدايه الطريق البيمز اللي هي الشعاع ده باديه من اللاد، كان الزنن هو البرايت وبعد كده بقى اللاد هو دلوقتي الملك زي ما بيقولوا. بس هو مش ليزر حقيقي، هو في التشبيه فقط، يعني متسمي هذا التسميه، هو بيبقى مش زي ليزر. هو مش شعاع ليزر، هو بيبقى عشان في ناس فاهمه ان هو ليزر. هو دايما الفوانيس الجديده بيبقى فيها عدسات، فانت العدسه وراها اللاد واللاد قوي، فبتبقى طالعه زي ما تكون شبه ليزر بي. طب على ذكر قوي بقى، قوي وضعيف، هل ده بيختلف وانا بغير الفانوس او لمبه العربيه؟ يعني كام وات ده لو جبته اعلى او اقل ممكن يدور؟ في العربيات القديمه كانت لمبه 55 وات اللي هي الهالوجين لونها اصفر مضايقاني، طب انا عايز اغير هكبر اللمبه احط لمبه 100 وات. مظبوط، بس لو حطيت لمبه 100 وات من غير ما اركب كات اوت اللي هو الكات اوت اللي بيقول عليه، بيحصل مشكله يا اما في القمره بتاعه الفانوس، احيانا القمر دي بتبقى بلاستيك مش دايما بتبقى معدن، بتسيح، او ممكن المفتاح يبوظ، او ممكن يحصل مشكله في طفيله العربيه. عشان كده دايما بنقول لو غيرت من اللمبه للمبه دي بتسبب سخونه، بتسبب حراره زياده. هي اللمبات الهالوجين بتدي حراره زياده، فعشان كده دايما كانت الغلطه دي انا وقعت فيها قبل كده بالمناسبه، اول ما كنت في الاول عايز بقى اضاءه قويه، فرحت رايح جايب لمبتين، انا قاري عادي 55 تدي لمبتين 100، حطيت اللمبتين فرحت قوي بالنور ساعتين ثلاثه لقيته بيضعف، فما فهمتش فيه ايه. القمرة ساحت، وهي القمرة كلمة سر الفانوس، فما ساحت ما بقاش فيه إضاءة. اللاد لايتس ما فيهاش كده، إن هي ما بتصدرش حرارة، موضوعها أقل بكتير الحرارة. والزنن في الحقيقة ما بيصدرش حرارة، بس الزنن عشان هي لمبة أكبر وجهاز، لكن اللاد هي بتبقى اللمبة بس بتتحط بلاج أند بلاي، بتتشال وتتحط مكان اللمبة التانية. طيب عايزين نعرف بقى ايه الحاجات اللي تهمني، انا عايز اروح مثلا اركب لمبه في العربيه، ايه الحاجات اللي انا ادور عليها تهمني؟ ايه رقم واحد اولا في الانواع اللي المفروض اتوجه ليها، وايه الحاجات اللي ادور عليها؟ بصي انا دايما بقول بندور على اللمبه المظبوطه، كلمه اللمبه المظبوطه مش معناها الارخص، معناها الافضل جوده. أيوة. كماركه، هو اغلب اللمبات دلوقتي حتى لو هي اسامي شركات كبيره بتندرج تحت الصناعه الصيني.
بيختلف الموضوع من قوة لقوة حسب قوة اللمبة اللي أنا عايزها، ولكن بيبقى فيه رينج دايما بتعامل بيه، لأن زي ما قلنا في عربيات كتير قوي بتقرأ إير، لكن أنا لو شلت لمبة وحطيت لمبة مكان اللمبة ما عنديش مشكلة. فيبقى أنا لازم الأول أنتبه مش هغيره بس، عشان كده ما بنقول العربية تحط على جهاز. طب لازم الناحيتين يبقوا جنب زي بعض نفس لازم النوع؟ الجنبين زي بعض، يعني لو لو اللمبة مثلا اليمين اتحرقت والشمال لا، فأنا هغير اليمين بنوع غير اللي راكب أصلا في الشمال، بالنسبة ينفع ولا لا؟ بالنسبة للمبات الهالوجين كان يفضل ان الاثنين يتغيروا، لان لمبات الهالوجين الجديده بتبقى مور برايت او بتبقى اضاءتها اقوى شويه بنسبه بتوصل ل 20-30%، ده بالنسبه للهالوجين. بس بالنسبه للليد ده ما بيبقاش قوي الا لو ديو بقى لها كتير قوي وعمرها الافتراضي خلاص في الاخر، وده يمكن بنشوفه ساعات في البيت. بعض لمبات البيت بتجيبيها تلاقي واحده منوره اكتر من واحده برايت والاثنين ليد، واحيانا بتبقى شركه غير شركه، دي ليد ودي ليد بس دي نورها برايت وبتلاقيها اغلى ودي نورها اقل شويه. هو نفس الحكايه بالنسبه للعربيات، عشان كده بنقول دايما عايزين اجود حاجه، لان هو انا بدور دايما على اضاءه، فدايما انا عايز اضاءه فانا عايز اكتر حاجه واضحه. العربيات الجديده في الحقيقه بتنزل كلها بالاجهزه بتاعتها بلمبتها مش محتاجه حاجه، بغير البطاريه لو حصل ان هي اللمبه لو حصل ان هي باظت. لكن في القديم احنا بنعلى كاتيجوري من الهالوجين للزنن ومن الزنن للليد. هل احنا ممكن ما نحتاجش اللمبات اللي اضاءتها عاليه جدا لو في اللي هي العواكس اللي بتبقى موجوده على الاي كاتس اللي هي عين القطه زي ما بيقول؟ لو دي موجوده احنا مش محتاجين في العربيات تبقى معانا الاضاءه العاليه دي؟ بصي طبعا مش يعني ده دليل قوي جدا، وده بالمناسبه افضل حاجه. يعني يمكن انا كتير قوي كنت بشوف بسائق في اوروبا ان دايما الطرق ما فيهاش اضاءه بس فيها العلامات المضيئه في الارض او العاكسه، وده بيبقى دليل طول ما انت سايقه او ماشيه انت ماشيه في دليل، فانت شايف يعني بتبقي فاتحه النور مهما كان قوته او ضعفه عندك دليل ماشيه عليه، وده اللي بيبقى احنا زي الخطوط البيضاء بس هو العواكس بتبقى افيد بكتير. بس طبعا كل ما النور بيبقى اقوى كل ما بتبقي انت كاشفه مسافه اكتر قدامك. شكرا يا معتز كل المعلومات دي، شكرا لوجودك معانا معتز عاطف. خلصت حلقتنا، بكرة إن شاء الله يوم جديد حلقة جديدة 8 الصبح، ابدأ يومك صح.